لفي شوفي اذا عالي وحده هي. حنان اجت تساعدنا من الصبح بس حسين ما جاش. السنة الثالثة على التوالي احنا يعني بصراحة بنقضي رمضان للسنة الثالثة بغصة، يعني كل الناس مبسوطين وفرحانين وبقضوا رمضان في بيوتهم الا احنا، يعني لحتى الان يعني ما عمرناش بيتنا، ما طلعش لنا التعويض لحتى الان، وهذه مشكلة بنواجهها، وخاصة عندنا طفل صغير وبنعاني من اجواء صعبة جدا، يعني قطعة كهرباء، في فيش استقرار، لأنه بتعرف أنت حشرات فصل الصيف، فهذه مشكلة يعني إحنا بنواجهها، وحاولنا كذا مرة نتوجه لوزارة الأشغال وما طلعنا بنتيجة. إحنا بدناش كمان الدول المانحة إنه تطلع لنا بعين الرحمة، يعني 3 سنوات مين بيقدر يعيش يعني في خرابة زي هيك؟ يعني أنا عايشة في بيتي المهدوم يعني نتيجة للظروف وفيش أجار، يعني لمين بدنا نتوجه؟ يعني إحنا كذا مرة رحنا لوزارة الأشغال، يعني أسبوعيا إحنا بنداوم على باب وزارة الأشغال كشحتين، يعني للأسف الشديد ما حدش بينظر لنا ولا مدور علينا ولا سائل علينا، لمين بدنا نروح؟ يعني الظلم هذا لمتى حيستمر؟ 3 سنوات يا ترى بدنا نضلنا العمر كله على هذا الحال؟ لمتى يعني؟ لمتى؟ خلص احنا تعبنا، يعني لمتى؟ قلب مقلوب، ايوه قلبي فوق مين مقلوب؟ كل حركات سي 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 مالك اسكاها، هذا جتنا بدل الدار.